سيد حسن بن عبيشة، أولا نهنئك على هذا الفوز وعلى التأهل. ما هي الاستنتاجات التي خرجت بها بعد هذا اللقاء؟ كنظن بأن المقابلة كانت مقابلة سد بالنسبة لنا. الفريق المنتخب الأوغندي كان خصو تعادل باش يتأهل، هنا خصنا حل واحد هو الانتصار. فكنظن بأن بدينا المقابلة بشكل جيد. في الشوط الثاني تراجعنا بعض الشيء، هذا راجع لا بريسيون اللي دارها الفريق الخصم. فمن بعد كنظن بأن تعادلنا، دونك ما بقيناش في لا كومبيتيسيون. من بعد درنا بعض التغييرات اللي نحاولوا ان ضروري ان اما ننتصروا ولا نخرجوا من المنافسه. فكنظن بأن دخول ياجور ولا المباركي كنظن واحد راه، فكنظن عطاو الاوكل ديالهم. وكنتمنى بأن هذا الانتصار هذا فهو مستحق. الا شفنا المقابلات من الاول، فالمقابله الاولى كنا بعض الشيء ضعف، المقابله الثانيه كنا شويه مزيان، المقابله الثالثه كانت كما قلت كانت حاسمه، كانت فيها النديه، كانت فيها اللعب الرجولي ديال اللاعبين ديالنا. فكنظن بان الاهم درناه هو تاهيل الدور الثاني. فان شاء الله نستراحوا اليوم ونوجدوا المقابله ديال نيجيريا اللي غادي تكون مقابله حاسمه هي، لان فريق النيجيري هو اللي خرج البلد المنطب جنوب افريقيا. ونتمنى ان شاء الله ان نحقوا نتيجه ايجابيه كذلك في هذه المقابله، علاش لا نمشيو للمربع الذهبي ان شاء الله. حسن بن عبيشة، هل تعتقد أن هذا الأداء سيذهب بعيدا بالمنتخب المغربي في هذه البطولة، استنادا على لقاء زيمبابوي، استنادا على لقاء بوركينا فاسو، ثم لقاء اليوم أمام أوغندا؟ فبالطبع، فكما قلت لك فبدينا خايبين، بدينا في المسابقه لان كان تعب، كانت عدم التحضير، فما عرفناش لا كومبيتيسيون كي دايره. الان تاهلنا والاهم، لان المقابلات ديال المجموعات كتكون صعيبه بزاف. الان كانت كتولي مقابله حاسمه ديال ربع النهايه، اما تخرج ولا تبقى. فغادي نلعبوها ان شاء الله افو، وان شاء الله نحاولوا نقدموا مقابله جيده امام منتخب جيد. وكنظن بان ان شاء الله نحاولوا ننتصروا كما قلت لك باش نتاهلوا للمربع الذهبي، هذا هو الاساس. شكرا جزيلا لك.